انا عايز اعمل حاجه عشان طبعا خايف يبقى فيها جزء من الفورماليه. ما انا بكلمك واسمع الكلام. مثلا اسف بس بقطع كلامك، انا دلوقتي عايز اشتري سياره عن طريق البنك، فقلت لهم ده حرام، قالوا لي لا ده البنك بيتملكها الاول وبعدين يبيعها لك باسم. لا غلط، هذا الكلام غلط. ايوه الصح يعني الكلام، البنك لا يفعل هذا. يا اخي اصبر علينا ارجوك لوجه الله. البنك لا يفعل هكذا، بنك ياخذ احتياطاته اللازمه قبل ان يتملك السلعه. البنك ليس بتاجر ولا مسموح له ان يتاجر بهذه الطريقه. وسالنا مدير البنوك لماذا لا تشترون سلع وتبيعون بالتقسيط كيف شئتم؟ قالوا من اين ناتي بمندوب المبيعات؟ ليست سلعه هي واحده، إنما غسالات، ثلاجات، سيارات، أراضي، كتب، يعني عقارات، كل الأنواع. من أين نأتي بأجهزة، أي بأجهزة مشتريات أو بفريق من مشتريات وفريق مبيعات ومعارض بيع؟ ما هو لا يسمح لنا بذلك. يعني لو سمح حلال ذلك وتملكها. يا أخي الكريم أجبتك، لا تفترض افتراءات تضل الناس بها. هذا لا يكون، الذي تحكيه الذي تحكيه لا يكون، ليس بحاصل. اذهب الى اي معرض سيارات تجد مندوب البنوك جالسين، 10 مناديب للبنوك، كل بنك اهلي على بنك مصر، بنك اسكندريه، بنك، كلهم جالسين ومعهم الدفاتر التي ياخذونها. يختار، يقول لك اختار، تختار السياره وتختار العروض اللي هم مقدمينها وتوقع لهم على العقود قبل ان تتملك. لا روح انت اي معرض كبير تجد كذا، اي معرض كبير من معارض السيارات الكبيره تجد المندوبين، مندوبي البنوك جالسين، كل واحدة مندوب البنك الاهلي، مندوب كذا، مندوب كذا. قبل ان يدفعوا الفلوس لازم انت توقع على العقود. السلام عليكم.